بسم الله الرحمن الرحيم. الجنوبي شاعر. الحمد لله حمدا لا نضام به، ملء السماوات فيضا والأراضينا، ثم الصلاة على الهادي البشير الذي لو حسبنا منه أخلاقا ستكفينا. ظل الجنوب مختبئا في ظل الانعزال، راضيا بالنذر اليسير من الاهتمام والعناية والشمول عبر أعوام طوال، إلا أن ذلك لم يحل يوما أن يبقى الجنوب نبعا للإبداع والتفرد في شتى مجالات الحياة. واستطاع الجنوبي أن يتحدى الظل وأن يخترق الحواجز وأن يصنع من ذلك النذر اليسير فيضاً من المنافع والإلهام. وكما ذكر الباحث محمد شحات العمدة، مدير تحرير سلسلة الثقافة الشعبية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الصعيد له خصوصية في كل شيء، حتى في مفرداته أو قيمه ومبادئه التي توارثتها الأجيال، ومثلما طالت تلك الخصوصية مجرى نهر النيل الذي انحنى عندما مر بقلب الجنوب إعزازا واحتراما، كان من الطبيعي أن تمتد تلك الخصوصية لتمنح إلهام الكتاب والأدباء والشعراء النصيب الأجل، ليعكس هذا الإلهام تلك الخصوصية ويصورها في أبهى صورها وينشرها تراثاً وفكراً وإبداعاً يشق عنان السماء، لنتحدى به الظل ونقهر العزلة. هذا ما استطاع الشاعر الجنوبي أن يصنعه، مطوعاً كل الفنون الشعرية فصحى وعامية فولكلورية وحديثة معاصرة، وصار قلمه راوياً موثقاً للسان حال واقعه وبيئته وتجربته وعاداته وأصوله. وكذلك اللهجة الصعيدية التي وضعت موضع عبث عند كثير من الجاهلين بأصالة تلك اللهجة، عادت الآن لتصبح محط الأنظار إعجاباً واستقطاباً من خلال الأشعار والأغاني والروايات والسير الشعبية. لذا وجب على كل جيل ورث الجنوبيين لهجة وملمحا وقيما توثيق ما منحه صعيد مصر من إبداع أثر البشرية كلها، ووجب علينا نحن أن ننتقي جانبا ونعتني به ونوثقه إعلامياً وننشره عبر أثير قناة جامعة جنوب الوادي اعتزازاً واحتفاءً، فهو حق لكل مبدع واجب على كل محب للفكر والثقافة. استلهمنا عنوان هذا البرنامج الجنوبي شاعراً من وحي قلم الشاعر الذي أثر في وجدان أجيال من المثقفين والمفكرين، وإن كان لم ينل حقه من الاشتهار كشعراء آخرين من جيله، إلا أن شعره خلد وذيع صيته بعد موته أكثر من حياته، فخلد بخلود إبداعه. إنه الجنوبي الشاعر ذو الخصوصية والمستلهم والملهم، أمير الرمز والتأويل والتمرد والجرأة، الجنوبي الذي صنعت تجربته أنشودة تغنتها أجيال علمت أن شعره صنع لغدنا لا حاضره وحسب. إنه الشاعر
أمل دنقل، الذي له سيرة ذاتية بعنوان الجنوبي، وهي سيرة غير ذاتية إذ خطتها أنامل الرائعة عبلة الرويني زوجة أمل دنقل، خطتها بروحها ومحبتها فنقلتها بعين قلبها لا قلمها، بعد أن كافحت معه وتحملت قسوة الحياة وكذلك مر المرض الذي مات فيه. تصف لنا أمل بصورة شاعرية ذابت فيه فأذابت القراء، وتصف عيوبه بشاعرية وتدافع عنه بصفتها العاشق. وتروي لنا بصدق ودون خجل حقيقة أمل المجردة، الشاعر الثائر الخارج عن المألوف بشعره وشخصيته المركبة. واستلهمت عبلة هذا العنوان من قصيدته الرائعة الورقة الأخيرة الجنوبي، تلك القصيدة التي استشرف بها الموت. ومن الغرابة في هذه القصيدة أن كل جنوبي يقرأ نفسه في إحدى سطورها، هذه القصيدة تمثل كل جنوبي صادق إلهامه وجاور بنانه وقرض شعرا، فهي الرمز والمعنى ومصدر الإلهام في فكرة هذا البرنامج. ولذا العنوان أهل أن يضم شعراء جنوب مصر قدامى ومحدثين كاتبي فصحى أو عامية، وبدوره أمل أهل أن يكون شعره في مستهل عملنا، لنقدم بقصيدته يداً تنبسط لكل إبداع نقدمه عن شاعر سبقه أو تلاه. قصيدة الورقة الأخيرة الجنوبي. هل أنا كنت طفلاً أم أن الذي كان طفلاً سواي؟ هذه الصورة العائلية، كان أبي جالساً وأنا واقف تتدلى يداي، رفسة من فرس تركت في جبيني شجاً وعلمت القلب أن يحترس. أتذكر سال دمي، أتذكر مات أبي نازفا، أتذكر هذا الطريق إلى قبره، أتذكر أختي الصغيرة ذات الربيعين، لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمس. أو كان الصبي الصغير أنا أم ترى كان غيري؟ أحدق لكن تلك الملامح ذات العذوبة لا تنتمي الآن لي، والعيون التي تترقرق بالطيبة الآن لا تنتمي لي، صرت عني غريبا ولم يتبقى من السنوات الغريبة إلا صدى اسمي وأسماء من أتذكرهم فجأة بين أعمدة النعي، أولئك الغامضون رفاق صباي يقبلون من الصمت وجها فوجها، فيجتمع الشمل كل صباح لكي نأتنس. وجه كان يسكن قلبي وأسكن غرفته، نتقاسم
نصف السرير ونصف الرغيف ونصف اللفافة والكتب المستعارة. هجرته حبيبته في الصباح فمزق شريانه في المساء، ولكنه بعد يومين مزق صورتها واندهش. حارب مرتين بين جنود المظلات لم ينخدش، واستراح من الحرب، عاد ليسكن بيتا جديدا ويكسب قوتا جديدا، يدخن علبة تبغ بكاملها، يجادل أصحابه حول أبقرة الشاي، لكنه لا يطيل الزيارة. عندما احتقنت لوزتاه استشار الطبيب، وفي غرفة العمليات لم يصطحب أحدا غير خف وأنبوبة لقياس الحرارة. فجأة مات. لم يتحمل قلبه سريان المخدر، وانسحبت من على وجهه سنوات العذابات، عاد كما كان طفلا يشاركني في سريري وفي كسرة الخبز والتبغ، لكنه لا يشاركني في المرارة. وجه من أقاصي الجنوب أتى عاملا للبناء، كان يصعد سقالة ويغني لهذا الفضاء. كنت أجلس خارج مقهى قريب وبالأعين الشاردة كنت أقرأ نصف الصحيفة والنصف أخفي به وسخ المائدة. لم أجد غير عينين لا تبصران وخيط الدماء، وانحنيت عليه أجس يده، قال آخر لا فائدة، صار نصف الصحيفة كل الغطاء وأنا في العراء. وجه ليت أسماء تعرف أن أباها صعد، لم يمت، هل يموت الذي كان يحيا؟ كأن الحياة أبت، وكأن الشراب نفد، وكأن البنات الجميلات يمشين فوق الزبد. عاش منتصبا بينما ينحني القلب يبحث عما فقد. ليت أسماء تعرف أن أباها الذي حفظ الحب والأصدقاء تصاويره، وهو يضحك وهو يفكر وهو يفتش عما يقيم الأود. ليت أسماء تعرف أن البنات الجميلات خبأنه بين أوراقهن وعلمنه أن يسير ولا يلتقي بأحد. مرآة، هل تريد قليلا من البحر؟ إن الجنوبية لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي، البحر والمرأة الكاذبة. سوف آتيك بالرمل منه وتلاشى به الظل شيئا فشيئا فلم أستبن. هل تريد قليلا من الخمر؟ إن الجنوبي يا سيدي يتهيب شيئين، قنينة الخمر والآلة الحاسبة. سوف آتيك بالثلج منه وتلاشى به الظل شيئا فشيئا فلم أستبن. بعدها لم أجد صاحبي، لم يعد واحد منهما لي بشيء. هل تريد قليلا من الصبر؟ لا، فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكن،
يشتهي أن يلاقي اثنتين، الحقيقة والأوجه الغائبة. انتظرونا في حلقتنا المقبلة، نكمل التجوال في ساحة شاعرنا الجنوبي أمل دنقل. دمتم في إبداع.